تسمحنا من كل القلب ليك تسمحنا بنقولها بحب. أنا شد وأغاني بنغنيها لك يا رب السماوات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي تسبيحات، كلمات مع نغمات نهدي لك ونعلي تسبيحات. ليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا بنقولها وبفرح القلب لك نشد نغما وترتيلات، تسبيحا لك يا إله الكون ورب المخلوقات. فيك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا بنقولها بحب. تعال وغنم معانا أحلى الترانيم، هتلاقي في كل ترنيمة درس وتعليم، إلهك صالح اشهد له قل له انت عظيم. وليك تسبحنا من كل القلب، ليك تسبحنا من كل هب حب. مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ليك تسبحنا. مبسوطين النهاردة نكون معاكم في حلقة واثقين من أول لحظة فيها إن فيها بركة لكل مشاهد ومشاهدة. علشان كده من كل قلبي، وإحنا كمان قبل ما نطلع على الهوى كنا بنصلي من أجل حضراتكم، من كل قلبي بصلي إنك النهاردة وإنت بتشوف الحلقة دي بطول ما ربنا سمح ليك إنك تفتح التلفزيون أو تفتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت أو على الفيسبوك على اليوتيوب، كون ان ربنا سمح انك تفتح الحلقه معانا من اول لحظه، اذا ربنا عايز يقول ليك رساله مهمه جدا جدا. النهارده فرصه ليك، وده عنوان حلقتنا النهارده، فرصه. عنوان الحلقه النهارده فرصه، وهي بصراحه فرصه، وهتعرف من خلال الترنيمات ومن خلال الكلام اللي هنحكي بيه مع حضرتك النهارده ليه هي فرصه وايه هي الفرصه وازاي تستغل الفرصه وازاي ممكن الفرصه تضيع. كل الكلام ده كلام مهم جدا جدا جدا، لان العمر هو ببساطه فرصه. علشان كده كلامنا النهارده هو كلام مهم لحياتك، كلام مهم لحياتك. قبل ما هنبتدي نرنم ونحكي، حابب ارحب بشركائي في البرنامج، اخويا بهجت، اخويا صامول، اهلا بيكم. اهلا بيك. اهلا بيك يا مايك. يعني لينا فتره ما تقابلناش احنا الثلاثه، لكن مبسوطين ان احنا نكون معاكم احنا الثلاثه النهارده، واثقين ان ربنا من خلال الحلقه دي هيوصل رساله مهمه لكل نفس فينا. مبسوط بكل اخواتي المرنمين المرنمات العازفين، كلنا جايين علشان، وده بقوله دايما في كل حلقه، كلنا جايين عشان نكرم الرب من خلال مواهب وزنات ربنا ادهلنا، كان ممكن تستغل في حاجات تاني بره، لكن ربنا شرفنا، ما فيش حد فينا كلنا ليه فضل في كده، لكن ربنا شرفنا انه يختار اوانينا انها تكون بتخدمه بالشكل ده. علشان كده كمان انتوا صلوا من اجلنا دايما، زي ما احنا بنصلي من اجلكم من خلال البرنامج او بعد الحلقات، صلوا من اجلنا ان ربنا دايما يكون من خلال اوانينا ومن خلال هذا البرنامج بيوصل رسالة المسيح لكل نفس. فرصة. عايز قبل ما نبتدي نرنم كل واحد فيكم يقول لي ليه هي فرصة؟ ليه احنا اخترنا فرصة؟ وليه الحياة فرصة؟ أو الاختيار اللي هنحكي فيه النهاردة فرصة؟ ليه فرصة؟ ابتدي بصامول. أنا بشوف فرصة لأنه حياة الإنسان اللي بيروح منها مش بينفع يرجع مرة تاني، ففي فرصة أنه أنا أخد قرار صح، طالما انه انا مش عارف اللي جاي شكله ازاي واللي بيفوت من حياتي ما بعرفش ارجعه. يعني احنا بدأنا الحلقة لينا دلوقتي تقريبا دقيقة او دقيقة ونص، ما اقدرش ارجع دقيقة ونص دول، خلاص هم عدوا من حياتي. يا سلام لو انا النهاردة انتهزت الفرصة. فانا كلمة فرصة بالنسبة لي تعني الوقت، ازاي انا بستغل ان انا اخد قرار صحيح لما ربنا ينادي عليا، لانه الوقت اللي بيروح مش بيرجع. كلام رائع يا صامول، اللي بيروح مش بيرجع، خلي بالك. بهجت ليه فرصه؟ فرصه بالنسبه لي لانه عرض
مش وضع طبيعي، في عرض مقدم ممكن الفرصه تقفل والعرض يخلص، ما خلاص انتهى العرض. كان في تخفيض، كان في عرض مجاني، كان في هديه هتاخدها، كان في سحب على مسابقه، بس خلص الوقت. اول ما يخلص الوقت اسمه العرض انتهى. فاللي فات ده كان اسمه فرصه، فالواحد لازم يستخدم العرض او يستغل الفرصه او يلحق في الوقت المناسب ياخد الحاجه اللي نفسه ياخدها قبل ما العرض ده يتشال او يخلص. كلام رائع، بكلام مختصر عارف، اثق ان ربنا بيشيل الكلام ده من بق صمويل وبهجت وبيدخل بيه جوه قلبك. الوقت اللي بيعدي مش بيرجع، والعرض اللي محطوط ممكن ما يتقدم لكش مره تانية. والترنيمه اللي هنبتدي بيها بتقول كده: باب النعمه مازال مفتوح. الباب مفتوح، يلا ادخل من باب النعمه قبل ما الباب يتقفل. ده الكلام الجميل اللي هنبتدي بيه مع صمويل. Thank you.
صامويل، لأنك أنت اللي فتحت الباب ده فأنا هكمل معاك فيه. أنت قلت إنه فرصة لأن الوقت اللي بيعدي مش بيرجع، بس أنا هقول لك كلام تاني بنسمعه يمكن إحنا الثلاثة كمان في خدماتنا كتير لما بنخدم وسط سن صغير زي الشباب، فيقول لي ليه أنتوا معقدينها ليه؟ العمر طويل يا عم، أنا هستغل الفرصة بس قدام شوية، اديني طيب خليني أعيش حياتي. هل كلمة العمر طويل دي حقيقية؟ يعني انت شايفها ازاي لما حد يقولك العمر طويل؟ هي انا شايف انها اكذوبة، وبدليل انه الوقت اللي فات اللي فقدناه مثلا في وقت الوباء، المفروض يعني المفروض المرض لما بيجي للكبير، الناس الكبار في السن، المفروض يعني هو اللي بيرقد او بيموت. تقصد في وقت وباء كورونا؟ وقت الوباء، وما زلنا احنا بنعاني، ويمكن مش زي الاول، لكن عدد الشباب كان هو الاكثر. يعني الاحصائيه بتقول انه عدد الشباب اللي توفوا خلال الوقت اللي فات في وقت الوباء هم اكثر من عدد الناس الكبار في السن، فدي اكذوبه مش حقيقيه. لكن هقول لك حاجه، انا مش قاصد يعني اضحك المشاهدين، دي قصة حقيقية بقى. كان عندنا واحد في بلدنا في الصعيد يعني، والقصة دي معروفة ومشهورة في بلدنا، كان مسمي نفسه، هو مش اسمه كده يعني، كان مسمي نفسه العفريت. ليه بقى؟ في مرة ركب ميكروباص ومسافر من بلدنا اسمها طحطة وراح سوهاج، فالميكروباص عمل حادثة وكل اللي في الميكروباص ماتوا، وهو ما ماتش، هو العفريت بقى هو اللي طلع من وبعد فالناس هو بقي اطلق على نفسه العفريت. يعني اللي ثبت الموضوع اكتر، كان في مره قاعد في قهوه، يعني بيسموها مش قهوه عندنا، في حته كشك خشب كده بيسموه غرزه، فالغرزه دي جنب موقف اتوبيس، فالاتوبيس وهو داخل على الموقف بتاع المحطه اكتشف انه ما معهوش فرامل. هو كان طلع من الغرزه دي قبلها بخمس دقائق، وكل اللي موجودين في الغرزه دول ماتوا، فتثبتت عليه العفريت. عارف العفريت ده بقى مات ازاي؟ واحد خبطه بعجله وهو ماشي على الرصيف، يعني هو ماشي على الرصيف خبطه، طلع يعني وقع فوقيه بالعجله، دخل فيه بالعجله وقع على مخه ومات. فهو ربنا انقذه، اداله فرصه وهو راكب الميكروباص، وربنا اداله فرصه لما هو خرج من الكشك الخشب ده قبلها بخمس دقايق قبل ما الاوتوبيس يدمر الكشك وكل الناس تموت، ادي فرصه ثانيه. وبعد كده على فكره ده كان صغير في السن، ما كانش كبير. فاوعى اللي بيقول كده، دي اكذوبه. ايوه دي خدعه كبيره جدا فعلا، بيحطها الشيطان قدام نفوس كتير. خلي بالك احنا النهارده مش بنفول على حضرتك، مش بنقول كلام انه يعني نستحضر مشاهد الموت ولا عايزين نأثر على مشاعرك ومشاعرك، لكن من كل قلوبنا قدام الرب، والرب حاسس وشايف اللي جوه قلوبنا فعلا، من كتر اللي احنا بنشوفه عايزين نبعت رسالة تحذير من خلال الحلقة النهاردة. هي فرصة، هي فرصة، ما فيهاش عمر كبير أو صغير. والعمر على فكرة زي ما قال صامويل
قصة إن العمر لسه بدري وطويل خدعة، يا ما ناس قالوا كده وتاني يوم الصبح كانوا ماتوا. علشان كده بهجت هيرنم معانا الترنيمة اللي جاية دي وبيقول دلوقت عندك فرصة، يمكن آخر فرصة. الباب اللي كنا بنرنم عنه في الترنيمة اللي فاتت، باب النعمة، الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. يحضرني يعني وصامول بيحكي، يحضرني كمية قصص كتير جداً، حاجات أنا شفتها شخصياً وحاجات اتحكت لي من خدام الرب عن ناس ما استغلوش الفرصة. بس أنا هسيب كلمات الترنيمة اللي جاية دي ربنا يشيلها كده، يحملها بالنعمة ويوصلها بالروح القدس لقلبك، وبصلي من أجل أخويا بهجت يكون الرب من خلال الترنيمة دي بيوصل رسالة قوية من على فمك لكل مشاهد. مين هيجيب لك عمرك تاني؟ يوعى تأجل، مين رح يضمن عمره ثواني؟ يوعى تأجل، مين هيجيب لك عمرك تاني؟ يوعى تأجل، مين رح يضمن عمره ثواني؟ دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة. الباب مفتوح قدامك، ما تأجلش البكرة. دلوقتي عندك فرصة، يمكن آخر فرصة. الباب مفتوح عمرك غالي، ليه للأبد يا جبارة؟ عمرك غالي، ليه بتغامر بي بخسارة؟ عمرك غالي، ليه للأبد يا جبارة؟ بالوقت عندك فرصة، yeah.
يقلش البكرة. عندك فرصة، اوعى تأجل مش بس البكرة، اوعى تأجل لآخر الحلقة. بدعوك من كل قلبي انك دلوقت وانت بتسمع الترانيم الجميلة دي، وانت بتسمعنا كمان واحنا بنتكلم معاك دلوقت، حالا ارفع قلبك للرب وقول له يا رب معقول عايز تغيرني دلوقت؟ معقول بتكلمني بالوضوح ده وتديني فرصة تاني؟ كان في واحد أعمى، الرب يسوع عدى من قدامه كده، وكان آخر مرة هيعدي على البلد دي، وابتدى يصرخ ويقول للرب يسوع يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس ابتدوا يقولوا له اسكت اسكت هيسمعك ولا، فابتدى يصرخ أكثر كثيرا ارحمني. الرب يسوع بص لي فتح عينيه، كانت آخر فرصة، يمكن آخر فرصة. بهجة أنا عايز أسألك سؤال مرتبط بالترنيمة اللي انت كنت بترنمها دلوقتي. وانت بترنم كنت بفكر في الفكرة دي، يمكن حد من المشاهدين يقول ربنا اداني فرصة واثنين وثلاثة، زي العفريت اللي كنا بنسمع عنه، فرصة واثنين وثلاثة وانا ما استغلتهاش. ومنهم ناس بيقولوا دلوقت جوه قلبه كده، بيقول كده وهو بيشوفنا، ما اعتقدش ربنا يديني فرصة تاني، انا ضيعت فرص كتير، انا اللي زي ما ينفعش مع ربنا، ربنا يدي يمكن يدي فرصة لحد غيري. تقول إيه لحد من كتر فشله ووقوعه وتضييعه للفرص هو بيقول إن مستحيل يكون ليه فرصة تاني؟ عايز أقول له طول ما أنت حاسس باحتياجك لربنا وإن اللي فيك نفس وعايش، يبقى أنت عندك فرصة. الفكرة مش بس في العمر الطويل، لكن ممكن القلب نفسه يتأسى، ممكن أحس إن أنا مش عايز دلوقتي، ملاهي الدنيا وغرور سائر الأشياء وشهوات الغنى بتسكر القلب، بتخلي القلب سكران. فطول ما أنا حاسس إن أنا يا لهوي لحسن ما في كده، يبقى أنت عندك فرصة وتقدر تستفيد بيها لأنك حاسس بده، حاسس باحتياجك لربنا. فاللي بيقول أنا ما عنديش فرصة وأنا خطاياي كتيرة، دم يسوع المسيح ابن الله يطهرنا من كل خطية. كلمة كل غير جميع، جميع يعني عدد، كل يعني نوع، من كل أنواع الخطايا. يعني أنا عملت وعملت وعملت وعملت، هو ربنا يقبل النوعيات اللي زي كده واللي أسوأ من كده؟ مفيش واحد حاسس إنه نظيف ينفع ربنا يقبله، كل اللي ربنا بيغير قلبهم بيبقوا حاسين إنهم وحشين قوي. يعني عشان يكون سؤالي كمان بشكل أوضح، علشان لو في مشاهد مش واخد باله من الكلام المهم اللي أنت بتقوله، يعني مهما كنت ضيعت من فرص، هل ربنا النهاردة في أمل إنه يقدم لي فرصة تاني؟ ده أنا ضيعت فرص كبيرة وحلوة، هل ربنا في امل يقدم لي ولا فقد الامل مني دلوقتي؟ اللي بيسمعنا في التلفزيون ربنا عطي له فرصه اهو، ما هو بيسمعنا اهو وبيسمع رساله الموضوع بالتحديد حضرتك حددته، فرصه اهو، يعني عايز ايه تاني؟ دي مش فرصه، دي فرصه وزي عين الشمس كده في وشك، فانت لازم تستفيد بيها. الفكره ان بعد كده ربنا هيبعت لك فرص ومش هتستفيد بيها، فمن فضلك دلوقتي استغلها. دلوقتي صلي في قلبك وقول له يا رب انا تعبان، أنا مهموم، أنا موجوع، أنا خايف، أنا حيران، وربنا بيغير القلب منتهى يعني السرعة، بمجرد ما تقول أنا محتاجك يا رب هيغيرك. أمين. ودي كلمات الترنيمة الجاية على فكرة، المرنم بيقول فيها تعال إليه وسلم ليه وحط حياتك بين إيديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. طيب ناخد تليفون لأن احنا راكنين تليفونات، فناخد تليفون وبعد كده هنرنم الترنيمة دي. الو، مين معايا؟ انا نهال. اهلا اخت نهال. سلام ونعمه يا اخ مايكل. سلام المسيح حضرتك وبضيوفك الكرام. آمين. الاخ بهجت والاخ صمويل، وخليني اسميكم الابطال الثلاثه. ربنا يبارك. مش مجامله مني لحضراتكم، لكن يعلم الله واقول الصدق في المسيح قد ايه قلبي بيبقى طاير من الفرح لما بشوف شباب زي حضراتكم بينفذوا وصيه الكتاب اذكر خالقك في ايام شبابك، وبشوف قد ايه كلمه الرب صادقه انه انتم فعلا بمثابه سهام في يد الجبار. أمين. فربنا يعوضكم تعب محبتكم اضعاف اضعاف، وتشوفوا بعد حلقه النهارده شباب زيكم
قرروا انهم يتبعوا الرب يسوع تبعية حقيقية، مش مجرد مرواح لاجتماعات ونهضات ومؤتمرات روحية، لكن انا اقصد انهم يكونوا بالحق تلاميذ للرب يسوع. وانا بشكر حضراتكم على تعريف كلمة فرصة اللي قلتوها، هي باختصار واحد اقتناء الوقت علشان اللي راح ما بيرجعش، واثنين اختصار كمان فرصة العرض علشان بتيجي فترة محددة والعرض بيخلص وبالتالي الفرصة بتضيع. فالحقيقة أنا نفسي كمان أشارككم، وبعدين هسأل سؤال لحضراتكم. فضل. أنا هشارككم بمعنى لكلمة فرصة، لأنه حصل معايا أنا شخصيا. أنا عايشة في إنجلترا في مانشستر، وكنت راجعة من قطر من لندن وكان معاده 8، وللأسف أنا وصلت المحطة 8 ودقيقتين، وطبعا حضراتكم عارفين المواعيد هنا شكلها إيه. فلما سألت الراجل قال لي للأسف تذكرتك ضاعت عليكي، لأنه لما بيكون المعاد ساعة 8 يبقى 8. فاضطريت فعلا أقطع تذكرة جديدة بتكلفة عالية لأنها محجوزة on the spot في الحال. وساعتها قلت أنا مش هزعل لأن الفرصة ضاعت عليا وغرمت ماديا، لأن الحاجة اللي تتعوض بالفلوس ما يتسألش عليها أصلا. لكن فرحت كده وقلت واو، آه لو حد ضيع فرصة خلاصه ومعرفته بالرب يسوع. وللأسف جاءوا الموت فجأة، وبين قوسين ده بيحصل كتير قوي الأيام دي. فالنتيجة إنه هيعيش أبدية تعيسة لا مفر ولا رحمة بعد الموت، حتى لو أقمت أعلى الصلوات والقداسات وإلى آخره، خلاص الباب أغلق. وده اللي هيدخلني للسؤال لحضراتكم النهاردة، لأن قناة الكارما مشاهدينها من كل العالم، فبنلاقي في ناس من المشاهدين ليهم أحباب فقدوهم، وهم ولاء ليهم بيروحوا المقابر ويزوروهم ويقروا مزامير ويدفعوا فلوس لكنائس لإقامة صلوات من أجلهم. فسؤالي لحضراتكم، هل هذه الصلوات ستفيدهم وتنقذهم أم لا؟ والشق الثاني من سؤالي، هل ليا إن أنا أعرف من وأنا عايش على الأرض أنا هقضي أبديتي فين؟ ولا ده زي ما بيقولوا أهل العالم بختك يا أبو بخيت وبطيخة مقفولة ومحدش هيعرف مصيره الأبدي، فدي حاجة في علم الله وحده. أرجو التوضيح والرب يبارك. ربنا يباركك، شكرا يا أخت نهال للمشاركة الجميلة، وشكرا للأسئلة الجميلة المفيدة. بدعو حضرتك وبدعو المشاهدين يستنونا في الحلقة دي، احنا قدام شوية هنجاوب السؤال المهم ده، هل في فرصة بعد الموت؟ احنا بنتكلم عن فرصة دلوقتي واحنا في حياتنا، الوقت اللي جاي هنحكي مع بعض هل في فرصة بعد الموت. لكن انا علشان ما روحش من النص التاني من السؤال لانه مهم وممكن ما نعديش عليه، صمول عايز تجاوب على النص ده اللي سألته الاخت نهال. هل من دلوقت انا ممكن اتأكد من ابديتي؟ هل ينفع انا كمؤمن اقول ان انا ضامن ابديتي، ولا هي بطيخة زي ما كانت بتقولي؟ طبعا إذا كان المسيح بنفسه ليه كل المجد مات على الصليب، وقبل ما يكمل كل حاجة راح قال قد أكمل، قد أكمل المسيح كل شيء علشان خلاص نفسي. وبولس قال إني عالم بمن أمنت، وممكن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يمكن حد يقول لي يا عم ده بولس. لا، من وقت قبولي للمسيح بالتوبة أنا خدت خطوة التوبة، توبة حقيقية، وتغيرت حياتي تغيير حقيقي. أنا بيبقى جوايا يقين جوا قلبي بالروح القدس، أنه سكن فيه الروح القدس، وعاد عندي ضمان أبدي. لو, 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 لو المسيح كان إنسان عادي وجي زي أي نبي بأي رسالة، كنا نبقى شاكين، لكن ده ابن الله الحي الحقيقي اللي جاء علشان يكمل العمل بالكامل. فدي قيمة الخلاص المسيحي اللي أنا عايز أقوله، دي قيمة الخلاص، إنه مش مجرد خلاص من الخطايا، لكن ضمان لحياة عظيمة ومجيدة ورجاء بيعيش جوايا. فأنا لازم أبقى متأكد ومتيقن إن أنا نلت نصيب في السماء فوق. بالضبط. عشان كده المسيح قال في يوحنا 14، في بيت أبي منازل كثيرة، وأنا إن قلت سأذهب لأعد لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. حضرتك ما ينفعش تبقى مسافر وأجي أقابل حضرتك على المحطة وأقول لك حضرتك رايح فين، تقول لي مش عارف. ما ينفعش، أنت أكيد عارف،
مفيش حد بيروح المطار وهو داخل بيسألوه حضرتك رايح فين، ما يقول له مش عارف، معقول يقول له يعني ايه مش عارف؟ لازم يبقى معاك تذكرة، والتذكرة دي مكتوب عليها البلد اللي انت رايحها. وانا عايز اقول انت معاك تذكرة، خدت النهاردة يقين جوه قلبك انك انت امنت بالمسيح، امن بالرب يسوع المسيح، فتخلص انت واهل بيتك. يعني السر في كلام المسيح ووعد المسيح، الموضوع مش مرتبط بيا، ودي حاجة مهمة جدا احب اوضحها لكل مشاهد ومشاهدة. لما حد بيقول انه ضامن ابديته مع المسيح، مش السر فيه هو، انا وحضرتك وحضرتك غلابة قوي على فكرة، احنا غلابة جدا، احنا ابسط حاجة ممكن توقعنا، لكن السر انه المسيح اكمل العمل، وعلى اساس التوبة الحقيقية، وحط بين قوسين الكلمة المهمة دي، التوبة الحقيقية اللي يتبعها حياة توبة حقيقية بتبين الكلام ده، ده يؤكد انه على اساس كلام المسيح. واضيف كمان لكلام صامويل الجميل اللي قاله، ان المسيح نفسه قال على فكرة كمان كلام، قال خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. دول مين دول؟ الخراف اللي يجوا ليه، اللي يتوبوا بتوبة حقيقية. وانا، شوف الكلام اللي جاي، وانا المسيح بيقول عن نفسه كده، وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد. ده وعد المسيح ليك، بس المهم تيجي بتوبة حقيقية. طيب معنا تليفون برضو ماركون، وعايزين نكمل ترنيم معايا الاخ وديع، اتفضل. ايوه مساء الخير. مساء الخير والبركه، اهلا بحضرتك حبيبي بهجة. اهلا بيك الفاضل اخونا صبير، اهلا وسهلا. والاخوات العازبات المرنمات الفضلات، حبيبي الغالي، بتتكلموا في موضوع خطير مهم جدا للغايه. في كورنثوس الاولى 7:29 فأقول هذا أيها الأخوة، الوقت منذ الآن مقصر. في أفسس يا غالي، معايا؟ تفضل. ألو؟ أتفضل، إحنا سامعينك يا أخوة دي. في أفسس 5:16 مبتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. لذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. لا تذكروا بخم، امتنعوا بالروح، مكلمين بعضكم بمزامير وترانيم وأغاني روحية. شاكرين حبيب الغالي، الحياة فرصة واحدة، إذا ضاعت ضاعت معها الأبدية. كسر يهوذا الملكوت، أسلم الرب وسلق نفسه، لماذا أحب العالم الحاضر؟ كثيرين يا أخي تركوا الرب وتركوا الخدمة وفقدوا حياتهم. عاش شاول في خطيئته التي أخطأ بها إلى الرب، ويقول الكتاب مات شاول في خطيئته. شاول ابن قيس، نحتاج أن ندقق في حياتنا وأن نركز في الحياة، والحياة قصيرة. أمين أمين. لا تعود. أمين. صدقني وكل أمانة، ان ما كناش نفكر في حياتنا، وعايزه نقول نفكر في حياتنا خدام قبل الاشرار. امين يا اخ وديع، امين. يعني كلام الاخ وديع، يعني حتى بيقول الكلام، انا النهارده على فكره الصبح كان في تليفون معايا، اسف امبارح بالليل، حد كان عارف عنوان الحلقه فبيقول لي ده الفرصه، عايزين نقول الفرصه زي ما هو ختم الكلام بالظبط، فرصة مش بس للبعيد عن ربنا، ده حتى المؤمنين عايزين يعرفوا ان فرصة، عايزين نتوب ونقرب من الرب. يلا نرنم ونقول الكلام اللي جاي، تعال إليه وسلم ليه وحط حياتك بين إيديه، هيغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيك. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عمرك في طريق مظلم راح، تعالى يسوع عنده الأفراح، تعالى يسوع عنده الأفراح، تعالى إليه.
ضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان واقف ضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان ليه فكرك شارد حيران ده يسوع يملى الفكر طمان ده يسوع يملى الفكر طمان تعال إلي وسلم لي من كل الحاضر فيه تعالى إليه وسلم لي وحط حياتك بين إيديه هيغفر لي خطايا ضميري ويضمن كل الحاضر فيه ارجع وارمي على انفاني مش هتفكر ترجع تاني ارجع وارمي عالم فاني مش هتفكر ترجع تاني ليه قلبك من الهم عاني عمرك ضايع وانت الجاني عمرك ضايع وانت الجاني تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيديك هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل حاضر فيه تعال حياتك بين إيدي هيغفر ليك خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيك جرحك مين يقدر يداوي ذنبك مين يقدر يداري جرحك مين يقدر يداوي ذنبك مين يقدر يداري ليه خايف تتقدم لي حملك ارميه كله عليه حملك ارميه كله عليه تعال إليه وسلم لي وحط حياتي هيغفر لي خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه تعال إليه وسلم لي وحط حياتك بين إيديه هيغفر لي خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه معايا أم عماد من درمواس تفضلي ألو إزايك يا مالك أهلا مساء الخير والبركة أهلا بيك أنت فرحان بسمع كل رب خليكم وانا فرحانه بيكم ربنا يباركك شكرا ليكي امين واحسن واحسن ويكونوا افضل في اسم يسوع شكرا ليكي اتفضلي امين هو عارف الرب يا ام عماد هو جاي من الرب وقاله بس يعني الشغل وقت يعني كده
بس عايز اقول النصيحه وعم بعد كل شاب بحي بيرجع للنصيحه امين لان خلاص الواحد كثير الرب جاي على الابواب نشكر الرب انا معايا كان ابن وصفع السماء وكمان بتاعت السماء واشكر الرب انه روح نروح منه وسند حفاظني امين امين يا ام عماد احنا هنصلي من اجل اولادك وهنصلي كمان من اجل كل تليفون هيجي لنا لان احنا النهارده لازم في اخر وقتنا هناخد صلاه من اجل الولاد والبنات الشباب والشيوخ والرجال والسيدات اللي بيطلبوا الرب اسر تكون بتعرف الرب وتستغل الفرصه في اسم الرب يسوع. معايا تليفون تاني؟ طيب التليفون فصل مننا. بهجت هروح لك للسؤال ده اللي يعني اثارته اختي نهال واحنا النهارده عايزين نحكي فيه قبل الترنيمه اللي جايه. في ناس بتقول فرصه ضاعت هنا على الارض مش مشكله فرصه تاني ضاعت بس ما انا عند ما ربنا قلبه طيب مش احنا الكتاب المقدس بيعلن ان ربنا قلبه طيب طيب يبقى لما اموت بالتاكيد انا سمعت الجمله دي على فكره بوداني وسمعتها كمان من خدام قالوها ان حصلت معهم بس انا بوداني سمعتها من حد قال لي الكلام ده قال لي بالتاكيد ربنا ليه حل بالتاكيد ربنا الطيب ده لازم لما هروح السماء هروح يعني في الابديه مش هيرميني في جهنم هو بيحبني حب عظيم هيلاقي لها حل هيديني فرصه تاني هيتصرف هل في الكلام ده لازم نكون واضحين بقى فيه جدا النهارده يا اخويا بهجت هل في فرصه ليا بعد الموت الاجابه في حرف واحد لا مفيش فرصه بعد الموت هو ربنا طيب ده صحيح لان طيب لان هو رتب الفرصه لانقاذ الانسان الانسان اصلا هالك غضب الله اصلا معلن على فجور الناس من بدايه الخليقه من بعد سقوط الانسان فان ربنا يرتب في ملء الزمان عندما انقضت الدهور يرتب حل ويرتب خلاص ويفتح باب للفرصه ده رحمه ربنا وطيبه ربنا وحنان ربنا لكن هل الفرصه دي بتخلص الفرصه دي بتخلص فبعد ما اموت في فرصه ليا لا طبعا لان الخلاص شخصي انا بختار شخصيا اخد الخطوه دي لما اموت هختار ازاي ما عنديش فرصه لاتخاذ قرارات طيب هل ربنا قال انه في الفرصه دي بتخلص وهيبقى في يوم للدينونه نعم نعم قال بولس كده للوثنيين الاثينيين اليونانيين انه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه اذ اقامه من الموت مقدما للجميع برهانا بالموت بانه اقامه من الموت هو ده الراجل الوسيط الله استخدمه علشان الناس تخلص من الدينونة اللي جاية عليها فهل في باب بيقفل؟ نعم في باب بيقفل هل الله عين الفرصة أنها تخلص بنهاية حياتك؟ نعم بعد ما تنتهي حياتك لا مجال لا فرصة بعد الموت طب أنا ممكن أتوب عن حد قريبي بحبه؟ الإجابة للأسف لا لأن الخلاص شخصي أنا بختار باختياري بإرادتي بشخصيتي الإرادة جزء من الشخصية personality أنا person عندي personality جزء منها الإرادة إذا أنا مت ماتت شخصيتي وماتت إرادتي لا فرصة ليا بعد الموت والكلام ده يوضح بصورة واضحة قوي في قصة الغني والعازر فده مشهد من المشاهد اللي المسيح حب يحكي لنا فيها حاجة بعد الموت شكلها إيه فالغني مع إنه في حضن إبراهيم لكن ما كانش ليه فرصة تاني وحتى إنه عايز يتواصل مع أهله اللي تحت برضه ما فيش فرصة تاني فواضح انه ما دام ما انا مت انتقلت من هذه الحياه فكل الفرص انا مش عايز اقول فرصه بقى كل الفرص اللي اعطيت ليا اتقفل الباب عليها فلا فرصه بعد الموت عشان كده الفرصه قدامك دلوقتي معايا تليفون الاخ ممدوح من القاهره مساء الخير يا اخ اسماعيل مساء الخير والبركه اهلا بيك زي صحتك اهلا بيك اتفضل حلقة جميلة وتعجبني خالص الرب يباركك انا عايز اقول كلمة بيعجبني بقى الابن الضال لما تعب وقام فجأة اقوم وارجع الى ابي ففي نفس الوقت ده فيجعلنا ان احنا نفوق دايما ونصحى امين ونستيقظ من النوم اللي احنا فيه امين امين يساعدنا الرب ربنا يباركك يا اخ ممدوح لابن الضال نموذج رائع لشخص استغل الفرصه
كان ممكن يقول انا عملت ايه وانا سبت ابويا والميراث وبديت المال، لكن استغل الفرصه في الوقت المناسب، رجع للاب. وطبعا ده قصه شهيره اعتقد ما فيش ولا واحد من حضراتكم ما يعرفهاش، لكن حلو ان احنا نستغل الفرصه زي ما الابن الضال استغل الفرصه. معايا تليفون تاني، الاخ نشأت من مصر، اتفضل. الاخ نشأت انت على الهواء، اتفضل. طيب صمويل، الترنيمه اللي جايه اللي انت هترنمها انت كتبتها، عنوانها كده يمكن تكون فرصه اخيره. يعني ليه كتبت الكلام ده؟ شاركنا باحساسك وانت بتكتب الكلام ده. كان في وقت من الاوقات فقدنا فيه كذا حد صغير في السن زي ما كنت بقول لك، من وقت طويل يعني، وبصيت على حياه الناس دول، الشباب دول، وفيهم ناس كانوا حاضرين في نفس المكان، هم نفس الأشخاص في نفس المكان، ناس تجاوبت مع صوت ربنا زي ما النهاردة أنا متأكد أن في ناس هتتجاوب مع صوت ربنا، وناس تاني ضيعت الفرصة من الآخر كده. فقعدت أفكر وقلبي جوايا كلني على الناس اللي مستغلتش الفرصة دي. هما الاثنين روحوا للأسف، كل واحد راح لمكانه، وقعدت أكتب أقول يمكن تكون فرصة أخيرة، ويمكن فعلا دي تكون فرصة أخيرة. عارف يا أخويا مايكل، وإحنا بنحكي دلوقتي أكتر واحد استغل الفرصة اللص. أيوة. اللص ده ما عملش ولا حاجة حلوة في حياته ولا حاجة بالظبط، وعلى أساس نعمة ربنا أول بس ما استغل الفرصة، وعلى أساس إيمانه بأن المصلوب ده اللي جنبه هو المسيح. وعلى فكرة الرجل ده عظيم، لأنه ما شافش المسيح في جمال، بل بالعكس ده شاف المسيح مهان ومشوه. بس قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وده ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها، التأكيد. هل ينفع أنا أكون متأكد وأنا هنا في الأرض؟ المسيح قال له طيب بص هفكر، طب نرجع الأول بس للملائكة. لا ما فيش، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، ضمان حقيقي. والراجل ده شاطر قوي، يمكن تكون فرصة أخيرة. أمين. طيب ناخد أمل ونرجع نرمي. أمين. أمل معايا، تفضلي. ألو. ألو، مين معايا؟ ألو. نشأت معاك، نشأت نقرة. أهلا يا أخي نشأت، اتفضل بحضرتك. حضرتك معايا. أهلا بيك أخي مايكل. أهلا بيك. سلامي بيك والأخ طمون. أهلا وسهلا. أخ ماجد. اهلا بيك، فريق الترنيم الرائع. اهلا بيك، الرب يباركك. بجد موضوع الحلقه شدني. عندك مشاركه؟ بقول لحضرتك موضوع الحلقه شدني. هو احنا دلوقتي فرصه في ايام غير بنقول بالكلام. أنا بحب الآية اللي بيقولك مفتدين للوقت لأن الأيام شريرة. بيجي في أفكار الناس ده الغلاء، ده الفلوس، ده مشاكل الحياة، وبينسيهم اللي هي الهدف الأساسي. أيوة. فكويس إن إحنا نغتنم الفرصة. أنا عجبتني قصة في حد كان بيأجل، فالخادم بيقول طب انت ضمنت العمر الطويل، هل تضمن الرب ما يجيش دلوقتي؟ قال لا انا ما اضمنش. طب هل تضمن ان عمرك يمتد سنوات؟ قال لا انا برضه ما اضمنش، انا مكتوبه دلوقتي. بالظبط بالظبط، علشان كده احنا بنقول يا اخي نشأت من اول الحلقه، انا بشكرك من اجل الفكره الجميله، عشان كده احنا من اول الحلقه بنقول الفرصه دلوقتي، باب النعمه مفتوح دلوقتي. دلوقت عندك فرصة، كل الكلام اللي احنا بنرنمه ده والترنيمة اللي جاية، يلا أخويا صامول وإحنا بنرنم الكلام دوت، في فرصة متقدمة لك، يمكن تكون فرصة أخيرة، استغلها واسمع صوت الرب ليك.
يمكن تكون فرصة أخيرة فيها ينادي عليك يسوع. افتح له قلبك يغيرك تعال ناوي على الرجوع. يا من أتانا وبينادينا الوقت مش بكرة شال صليبك علشان تعيش لوعليك يسوع، علشان تعيش لوعليك يسوع. يا ما سنين ضاعت كتير عشت انت فيها عنه بعيد، تعالى لي وهيريحك وابدأ معاه في قلبي جديد. يا من أدانا وبينادينا بالوقت مش بكرة تعود، يا من أدانا وبينادينا بالوقت مش بكرة عشان صليبك علشان تعيش لوعليك يسوع، علشان تعيش لوعليك يسوع. خلي بالك لحظة وطرفة عين مجيئه والموت بيجي ملهوش كبير، أعد لك مكان في السماء يا ترى يكون المصير. يا من أدانا بالوقت مش بكرة تعود، يا من أدانا وبينادينا بالوقت مش بكرة تعود. دمك بدالك وشال صليبك علشان تعيش لوعليك يسوع، علشان تعيش لوعليك يسوع. دفع الثمن علشان انت تيجي وتستغل الفرصة. هو عمل الطريق الصعب، هو اجتاز الطريق الصعب، مات عشانك ودفع الثمن. اوعى تضيع الفرصة عليك. معايا تليفونات، مين معايا؟ الو، ممدوح معاكم من القاهره، اللي كلمكم من شويه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا طالب كلمه صلاه. اتفضل من حضرتكم الاخ طمعين. اتفضل. ربنا عطاوني بعد 16 سنه، طالب من حضرتكم قلبه اللي هو ضعيف في المدرسة، فربنا يقوي ويساعد يفتح مطار. وأنا مؤمن إن الله قريب مني. أمين. أمين. لأنه هو فاحص الكبد والكلى. أمين. والخط اللي أنا رسمه له ممكن يكون ربنا رسم لي الأحسن. أنا طالب منكم قلب الصلاة. أمين. هنصلي من أجلك يا أخي ممدوح. ممكن أخ صمويل تصلي من أجل ابن الأخ ممدوح؟ يا رب نشكرك لأنك أنت ما زلت بتخبط على باب قلب كل إنسان ومديله فرصة. يا رب نصلي لأجل ابن الأخ ممدوح اللي اتصل دلوقتي، أنك أنت توصله في مكانه وتفتقده بنعمتك يا رب، ويكون ابني ليك، ليك كل المجد. آمين. آمين. معايا صمويل من المنيا، تفضل. الو، طيب مين معايا؟
يمكن التليفونات دخلت في بعض. الو تفضل حضرتك. على الهواء مين معايا؟ مستر صمويل مع حضرتك. اهلا بيك. اهلا يا صمويل. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك على الهواء. كنت حابب اسال بس حضرتك ربنا يعني لكل المجد لما بدا الخليقه بابونا ادم وامنا حواء يعني مشكله الذكور ديت ما كانتش معروفه عند الله؟ طبعا كانت معروفه. ايوه. وبعد كده قصه قايين وهابيل لما قتلوا بعض كل شيء معروف عند الله. تمام. يبقى كده انا وجودي انا بشركتي من ابويا وامي معروف عند الله. تمام. المصير محدد، ربنا عارف من قبل ما تولد ان كنت اخش الجنه او ان كنت اخش الفردوس او ان كنت اخش النار. اتفضل انا هسمعك وبعد كده هكمل. اتفضل. طيب هو سؤال جميل جدا على فكره، يعني هو السؤال جميل جدا بس هو السؤال نفسه يعني في شويه حاجات محتاجه يتحط فيها النقط على الحروف. فانا يعني عايز اقول لك كام حاجه. لو المصير محدد بالشكل اللي انت كنت بتقوله ده كان ربنا ببساطه شديده ما خلاش ادم وقع في الجنه اساسا، او حواء يعني وادم، وما خلاش قايين قام على اخوه هابيل وقتله، وما خلاش كذا وكذا وكذا، وكان مشانا كلنا في خط واحد هو عايزه. لكن في نقطه مهمه جدا لان ده موضوع احنا ممكن على فكره بالمناسبه نبقى ناخده في حلقه، ده موضوع كبير قوي ما ينفعش ترد عليه في دقائق يعني طبعا. بس انا عايز اختصر لك الكلام عشان نرجع لحلقتنا مع اخواتي بهجت وصمول. لكن ببساطه حل الموضوع ده في ان الله ادى الانسان حاجه اسمها اراده، اراده حره، اختيار. ربنا اداني اراده، جعلت امامك الحياه والموت، بس ربنا عايزك تختار الحياة وبيدي لك الاختيار. فهذا ده مختصر الموضوع، ده موضوع طويل قوي، لكن يعني أنا أختلف معاك شوية لأن محتاج بس تفكر فيها بشكل تاني، أنه لا الموضوع مش محدد بهذا الشكل ولا مصير ولا أنه هو ربنا ناس هيرميهم في جهنم وهو حدد ده للنار. لا ربنا مديك الاختيار ومديني الاختيار بالكامل، وده من أول لحظة. يعني اللي حضرتك كنت بتقوله ده بيؤكد الكلام اللي أنا بقوله، أنه من أول لحظة في الجنة وهو اداهم الاختيار وهم اختاروا أنهم يغلطوا. طيب تليفونات كتيرة النهاردة لأن الحلقة مثيرة، مع أن معانا حاجات كتير عايزين نقولها، بس هاخد التليفون ده وبعد كده هنركز شوية في الترنيم والكلام بتاعنا. يلا أخد التليفون اللي جاي. مين معايا؟ نسرين من المنيا، تفضلي. ألو. ألو. تفضلي حضرتك على الهواء. أنا نسرين من المنيا. أهلا بيكي. كان عندي طلبة شفاء. تفضلي. أنا متجوزة سنتين وربنا ما سمحش إني أسمع صوت وكده. كنت عايز تشاركوني في الطلبة دي. آمين. آمين. نصلي. محتاجة زرع بشر صح؟ أنا سامع. طيب آمين. أنا حضرت في مرة ونزلت وكده، يعني ربنا ما كملش وكده. آمين. آمين أختنا نسرين. نثق في قوة الله وسلطانه. والرب يمد ايده في جسدك ويعمل معجزه في اسم الرب يسوع، يتمم قصده ويديك زرع بشر في اسم الرب يسوع. نصلي من اجلك يا اختي نسرين. بهجت الترنيمه اللي جايه بتقول ها يسوع الباب دوما يقرع. هقف عند كلمه يعني قول لي فيها جملتين ثلاثه كده ونرنم الترنيمه. دوما. كلمه دوما دي كلمه حلوه، ان ربنا دوما بيقرع الباب، بيدي فرصة واثنين وثلاثة. عايز تقول ايه من خلال دي؟ ودي طيبة وحنان قلب ربنا، لان الناس فاكرة ان ربنا في برج عاجي وبيعمل زي ضابط الشرطة كده ويدي اوامر وكده، لكن ربنا قلبه حنين لدرجة انه ما كانش في حل لخلاصي انا كانسان الا ان هو شخصيا يجي على الارض علشان يفتح لي الباب. فهو دوما بيقرع، بيحاول يفتح الباب بطرق كتيرة. روح الله بيبكت العالم عايز مني ان انا اتجاوب معاه، فلو انا ما تجاوبتش معاه بطريقه بيفتح باب بطريقه ثانيه، لدرجه ان هو احيانا يتسبب في اشياء
صعبة في حياتي، يعني الناس اللي بيتصلوا عندهم مشاكل، أنا عندي مشكلة مع ابني ضعيف في الدراسة، أنا عندي مشكلة مع الخلفة نفسي في زرع بشر، أنا عندي مشكلة في كذا. تخيل الحاجات دي ممكن تكون وسيلة الله بيستخدمها علشان يحنن قلبي. هو عاوز يعمل أي حاجة علشان ينقذ مصيري الأبدي، فأي حاجة في الدنيا بتهون. فهل يسوع بيقرأ الباب دوما؟ نعم، إلى أن تنتهي الفرصة. ممكن تنتهي الفرصة وأنا عايش على الأرض لكن قلبي تأسى، ممكن تنتهي الفرصة أن أنا أموت فما يبقاش عندي باب مفتوح، ممكن تنتهي الفرصة زي ما إخواتي قالوا أن المسيح يجي ياخد حبايبه معاه وما يبقاش ليا فرصة تاني. أمين أمين. بمناسبة طلبات الصلاة اللي جات لنا، عندنا طلبة صلاة حد غالي معانا بيخدم معانا في الاستوديو هنا، أخونا عماد، بنته النهاردة محجوزة في المستشفى عشان كده هو حتى ما قدرش يجي، وهو يعني طالب أن احنا نصلي من أجلها في اسم الرب يسوع، الرب يوصل ليها ويمد إيده ليها في اسم الرب يسوع. معايا كمان رسالة وصلاني من الأخ نبيل جيكا في النمسا، قال فكرة جميلة قوي أنا يعني لما قريتها شارككم بيها. بيقول إن الحياة فيها فرص كتير، يعني في فرص بتيجي في الحياة، هو بيتكلم عامة، أحياناً بنغتنم بعضها وأحياناً بيضيع مننا بعضها، وهو قال كده كل ده مش مشكلة لو خسرناها ما فيهاش مشكلة، بس هي في فرصة واحدة بتقدم في العمر للأبدية هي المشكلة الكبيرة لو ضاعت مننا. فهو عايز يقول لنا فكرة جميلة إن في فرص كتير قوي بتتقدم في الحياة، لو ضاعت ممكن تحزن بس ما تحزنش قوي، يعني لان هتتعوض، اوفر هيتعوض، لو ما تعوضش مش مشكله، لكن اللي تخسر لو خسرته تحزن بجد هي فرصه طيب. حياتك الابديه طيب. طيب يلا نرنم، احنا معانا تليفونات كتير بس معلش اخويا ساهر هنركن التليفونات حته صغيره ويلا نرنم. هيا يسوع الباب دوما يقرا. الباب دوما يقرع وإليك بالدخول يطرع، فافتح الباب وإلا يرجع عنك، فافتح لي يسوع عاجلا 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 افتح الباب إلى الفادي المسيح،
صدقني واحنا بنرنم الكلام ده كان قلبي عايز يطلع من مكانه ويوصل لكل واحد واحدة فينا، واحنا بنقول ليك اغنم الوقت الوحيد، هي فرصة واحدة، هو عمر واحد، اغنم الوقت الوحيد المعطى لك، علشان كده بسرعة اجري ليه، بسرعة ارجع ليه. انا مش عارف بتفاصل قد ايه، عمال تروح وترجع وتقول هتوب عن الحاجة دي وترجع لها مرة تاني، والعمر بيجري علشان خاطر ربنا. اغنم الوقت الوحيد المعطى لك. صمويل، عايز تقول ايه النهاردة لناس الفرصة بتضيع ولا الفرصة؟ يغتنم الوقت ازاي؟ عايز تقول له ايه من قلبك النهاردة؟ افتح الباب، المسيح ده لكل واحد إرادة وبيخبط. ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الأكرة من جوه مش من بره، عمر ما المسيح هيقتحم إرادتي. الأكرة من جوه، أنت اللي في إيدك النهاردة تفتح الباب وتقول له يا رب تعالى أدخل حياتي وأدخل بيتي. أمين. بهجت على قلبك إيه تقوله النهاردة لنفوس بتصارع مع الفرصة؟ على قلبي أقول للناس أنت الفرصة بتاعتك مش حاجات حلوة تعملها، فقط إيمانك بيسوع المسيح. يعني أنا بحس أن أنا مش قادر، طب حاولت، طب سقطت، طب فاشل، يبقى أنا مش هينفع. أنت بتعتمد على أعمالك وسلوكك، مش هتقدر. كنا ما كانش المسيح يجي من السماء علشان يموت على الصليب، كلنا فشلة، كلنا ساقطين، كلنا خطاط، لكن ربنا فتح الباب زي ما كان بيقول أخويا صامول. أنت إيه دورك؟ آمن بيسوع المسيح فتخلص، سلم قلبك ليه، قول له أنا بتاعك وأنت اللي تغيرني. فالحياة الحلوة اللي هتعيشها مش أنت اللي تعملها، ده قوة ربنا اللي فيك. أمين. وكرهك للخطية مش أنت هتصارع عشان تكرهها، دي قوة ربنا اللي فيك هتخليك تكره الخطية. فإن المسؤولية عليا مش أن أنا أعمل حاجات حلوة عشان أتوب، لكن أنا أقول للرب يسوع أنا بثق وبآمن أنك أنت الحل وأنت الباب اللي يدخلني لربنا. أمين أمين. معايا تليفون، مين معايا؟ أمل، تفضلي أخت أمل. أنا. أهلا بيك. مساء الخير أخ مايكل. مساء الخير والبركة. مساء الخير أخ بهجت، الأخ صامل ومرنمات المباركين. أهلا بيك. تفضلي. أهلا بحضرتك. النهاردة الحلقة بصراحة من أول دقيقة وأنا حضرها وسمعها هي شدتني جدا، وأنا أقدر أقول إن الفرصة لما بتيجي حرام نضيعها. بالظبط. انا شبه الابن الضال، انا بشبه نفسي بالابن الضال، لكن اشكر الله ان لما بعت لي الفرصه انا استغلتها. وكمان عايزه اقول حاجه تاني، انا برضو بشبه الفرصه دي زي العذاره الحاكمات والعذاره الجاهليه، ان احنا نبقى مستعدين لما تجينا الفرصه نكون مستعدين، نكون مؤهلين خلين ان احنا ما يتقفلش علينا الباب، لكن ندخل مع الرب ونتشبع بيه. امين يا اخت امل، شكرا ليكي. عارفه التشبيه ده امين، وانا بجد انا نفسي النهارده يكون في صلاه من اجل اولادنا. امين. هنعمل كده، احنا هنعمل كده لازم في اخر الحلقه النهارده، احنا هنصلي من اجل كل اسره بتتابعنا، سواء كنت اتصلت بعت رسالة أو ما عملتش كده، احنا النهاردة على قلبنا انه الفرصة بتاعة النهاردة دي تكون بتوصل لكل واحد وواحدة، كل ولد وبنت، كل مشاهد ومشاهدة، في اسم الرب يسوع. معايا جاكلين من أسوان، أهلا بيكي. أهلا. ألو، مساء الخير. مساء الخير والبركة، أهلا بيكي. أنا أحب أشكر قناة الكرمة وأشكر البرنامج الجميل ده. أنا عايزة أقول بالنسبة لفتح الباب، وإن الحياة مش أنا اللي بعملها، ربنا أنت بتقول له سلم نفسك لربنا وقول له اعمل يا رب اللي فيا. أنا عايزة أقول أنا عرفت الرب من 2018. أنا مسيحية، أنا عندي دلوقتي 48 سنة، بس أنا ما عرفتش الرب غير في 2018، مجرد أني فتحت الباب بس. مجدا للرب، مجدا للرب. الدقيقات ديت مش حاجه وحشه نقعد نحزن جنبيها او ننكسر، دي حاجه ربنا فعلا بيحاول يعمل بركه. انا اتعرضت لضيقات كتير، وبسبب ان انا اتقربت للرب، واول ما اتقربت للرب اتقربت عن طريق قناه الكارما.
كانت عن طريق الترانيم والتسبيح. الترانيم والتسبيح دي يعني فرحت قلبي، وكنت كل ما اسمع ترنيمة ابكي، مش حزينة بس ببكي. بقيت اقرأ ايات كتير، بقيت اصلي مزامير كتير، قريت الكتاب المقدس كله في 2018، دي كانت اول مرة تحصل. على فكرة اللي حواليا ما تغيرش، الضيقات اللي حواليا ما تغيرتش، الصراع اللي حواليا ما تغيرش، المشاكل اللي حواليا انا اللي اتغيرت. بالظبط بالظبط، انا اللي اتغيرت. فبقيت اصلي لاولادي، بقيت اصلي لجوزي، بقيت اصلي للناس حتى اللي ضايقوني، بقيت اصلي لاعدائي، انا اللي اتغيرت. فبقيت بعد كده لقيت كل حاجه بتحصل، كل قلبان وكل ضيقات بتحصل، كأن انا عماله اتفرج، ما بقتش تاثر فيا. كانت زمان تاثر فيا قبل ما اعرف الرب، دلوقتي لا، انا بتفرج عليها واقول يا رب اهدي، يا رب نعمتك بركتك، يا رب افتقدهم. فعلا اللي هيفتح الباب للرب هو هيغيره فعلا. امين امين امين. شهاده جميله قوي 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 من قلب مخلص بيشهد عن تغيير الرب ليه، وبرده ده بيشهد عن تاثير وقوه التسبيح والترنيم. نشكر الرب من اجل برنامج ليك تسبيحنا، اللي من خلاله بنختبر قوة وتغيير ومعجزات بتحصل في حياة ناس كتير، ومكملين معاكم في اسم الرب يسوع لغاية يوم مجيئه، واحنا بنخدمكم وبنكرم الرب من خلال هذا البرنامج ده. هاخد اخر تليفون. انا عارف انه يعني انا دايما بكون غلس اني بقفل التليفونات، بس انا اسف لانه وقتنا صغير، بس انا هاخد اخر تليفون وبعد كده هنقفل برنامجنا بعد كده. مين معايا؟ بنت الرب من المنيا، تفضلي. مساء الخير والبركة. ألو. أهلا، تفضلي حضرتك معانا على الهواء. بصراحة النهاردة تفضلي يا بنت الرب. الحلقة النهاردة بصراحة روعة، نشكر الله. يعني الحلقة نفسها فرصة لكل إنسان بعيد عن ربنا يسعى. بالظبط. يعني أنا والدتي توفت من شهر، كان ألم في الصدر فجأة كده في نص ساعة كان بتوفي. يعني أنا بطلب إنه كنت صلينا بس ربنا يعزيني، لكن فعلا الموت مش بعيد عني. أيوه أيوه. أمين يا بنت الرب. نصلي إن الرب يسندك ويعزيكي، ونصلي كمان من أجل كل نفس. الموت، أنت قلت جملة حلوة أوي، الموت مش بعيد عن حد. كل نفس يا رب النهاردة بتسمعنا، استغل الفرصة. احنا مش عارفين الفرصة ممكن تتكرر امتى، والنهاردة فرصتك، النهاردة وقتك، الآن وقت مقبول، الآن يوم خلاص. إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. اجري عليه بسرعة وترمي بتوبة حقيقية، وقول له زي ما الترنيمة اللي جاية هتقول، ودي هنعتبرها صلاتنا الجماعية اللي بنختم بيها وقتنا. قول له افتح قلبي القاسي واملك فيه يا يسوع. أخويا بهجت قال محتاجين القلب يتفتح، واخويا صامول اكد الكلام ده وقال الباب يتفتح. افتح الباب، افتح الباب ليه، هو بيقرع. وكم تليفون جه بيقول كمان محتاجين ان احنا نفتح قلوبنا. افتح قلبي يا رب واملك فيه. الكتاب المقدس يقول في اعمال الرسل اصحاح 16 عن واحده اسمها ليدية، كانت متعوده انها تحضر اجتماعات بس ما كانتش تايبه توبه حقيقيه. لكن يقول الكتاب المقدس آية جميلة قوي، وأنا عايزك النهاردة تاخدها لقلبك مباشرة. يقول ففتح الرب قلب ليدية. قل له افتح النهاردة يا رب قلبي واملك فيه يا يسوع.
من غير أي رجوع. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد لي الإيد في مراحم سماوية. كنت في جهلي عنيد رافض صوتك ليا، وانت مدد لي الإيد في مراحم سماوية. افتح قلبي القاسي واملك فيها يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. افتح قلبي القاسي واملك فيها يسوع، كنت بعيش وانا ناسي من غير اي رجوع. سمعت كتير وفضلت في خطايايا، ورفضت التغيير وعشت لدنيايا. يا ما سمعت نظري. احنا جينا لأهم كام دقيقة في الحلقة. الوقت اللي جاي مش وقتنا احنا خالص، الوقت اللي جاي هو وقت حضرتك وحضرتك. من فضلك سيب أي حاجة حواليك وادينا الكام دقيقة اللي جايين دول بتركيز شديد. اعتبر نفسك في الكنيسة دلوقت، فضي نفسك من أي حاجة تاني. الوقت الجاي أنا بصدق من كل قلبي إنه هيكون وقت مصيري في حياتك. فعنوان حلقتنا فرصة، وانت النهاردة قدامك فرصة عظيمة انك تصلي معنا. اخويا بهجت هيصلي، اخويا صمول هيصلي، وانا هصلي، واحنا كلنا كمان متحدين مع بعض في الصلاة من اجلك انت شخصيا. يمكن ما نعرفش اسمك، يمكن ما نعرفش بلدك،
لكن احنا عارفين ان في قلب دلوقت مرفوع قدام الرب وعايز يغتنم الفرصة، عايز يتوب بجد، والرب يقدر يضمن التوبة الحقيقية في قلبك. علشان كده صلي معانا بالكلام اللي جاي ده، ارفع قلبك معانا بالصلاة. اخويا بهجت لو سمحت حضرتك تصلي، بعد كده اخويا صامول، بعد كده هنختم وقتنا معاكم، واحنا بنحطكم بين ايدين الرب وبنصلي كمان مش من اجل نفوس، بنصلي من اجل كمان بيوت، من اجل اولاد بنات في اباء وامهات ولادهم ضاعوا. يعني جالي كميه رسائل كتيره لاباء وامهات عايزيننا نصلي من اجل اولادهم، هم نفسهم فشلوا فيهم، بس الرب ما فشلش، الرب ما فشلش. اسمع الجمله دي من قلبي، الرب ما فشلش فيهم. حضرتك وحضرتك فشلت فيهم، بس هو ما فشلش وعنده امل وعنده فرصه ليك. ارفع قلبك بالصلاه وصلي معانا من قلبك، سيب كل حاجه وصلي معانا بالكلام اللي جاي. اتفضل اخويا بهجت. انا هغمض عيني عشان كاني مش شايف ومش مركز مع حد، وعاوزك انت كمان تغمض عينيك عشان ما تنشغلش باي حد، مش مهم الصوره، مهم الصوت، مش صوتي انا لكن صوت الله ليك. غمض عينك معايا وقول له كده: يا رب انا محتاجك، يا رب، يا رب انا بعيد عنك وعارف اني بعيد عنك، يا رب الفرصه مفتوحه، وكنت بقول لنفسي مفيش فرصه، وربنا مش عايز يغيرني، وربنا لو عايز يغيرني كان غيرني، لكن انا متاكد يا رب انك فتحت لي الباب يا رب، واعطيتني فرصه جديده، يمكن تكون فرصه اخيره، اعطيتني فرصه لانك بتكلمني دلوقتي بوضوح وكانك عارف اللي انا كنت بقوله لنفسي من دقائق فاتت ومن ساعات فاتت ومن ايام فاتت. كنت حاسس ان مفيش فيا امل، الناس حسسوني ان مفيش فيا امل، وانا مدرك ان انا فاشل وعندي شعور بالنقص وحاسس انك مش بتحبني يا رب، لكن بشكرك لانك دلوقتي اثبتت لي انك بتحبني، سمعت صوت انيني وصلاتي، ايوه يا رب، وبعتت لي برنامج وحلقه كامله تقول ان عندك فرصه وتقول ان ربنا حنين. اشكرك لاجل قلبك الحنين يا رب، قلبك الطيب، اشكرك لانك لسه فاتح فرصه ليا، في ناس كتير حواليا انتهت فرصتهم، اشكرك انك بتحن عليا وتفتح لي الباب. ساعدني كمان انا افتح باب قلبي ليك يا رب واقول لك انا محتاجك، انا محتاجك يا رب، يا رب بيتي محتاجك، اولادي اللي بعاد عنك محتاجينك، انا بصلي من كل قلب ليك، ما عنديش حاجه اعملها غير ان انا اامن. نعم. اللي نعم. بيبرر الفاجر هو انت مش انا، واللي بيعمل اعمال صالحه اعدها من الازل هو انت، انا بس محتاج اثق فيك بالايمان. نعم. ساعدني عشان قلبي يتقوى وياخد الخطوه دي، اثق انك بتغيرني، تغير بيتي، تغير اولادي، تساعدني علشان الظروف الصعبه اللي بتواجهني كشخص، وتواجهنا حتى في بلادنا، الاقتصاد والامكانيات الصعبه، كل الحاجات دي بتخليني احس بضيق واحس باحتياج واحس ان انا تعبان والحياه ملهاش معنى ولا طعم الا فيك يا رب. يا افتح رب. باب الامل من جديد، افتح باب الرجاء لقلبي من جديد، رجع الفرحه ليا ولبيتي من جديد، خلينا كلنا نعيش في سلام، مفيش خصام، مفيش خناقات، مفيش مشاكل، مفيش صوت عالي، في ترانيم، في حضور الرب يسوع في بيتنا. انا بطلبك لاجل بيتي ولعيلتي، شريك حياتي واولادي، تعالى وغيرنا كلنا، تعالى وغيرنا كلنا وقرايبنا وحبايبنا، ساعدنا تبقى قلوبنا مولعه بالاحتياج لشخصك، دي الفرصه يا رب وعايزين نستغلها، من فضلك اعمل كده ليا ولبيتي ولاسرتي. اشكرك لانك بتسمعني وتستجيب صلاتي. امين امين. يا رب نشكرك لانك بتدي فرصه لكل واحد فينا علشان يراجع نفسه من جديد. يا رب انت قلبك مليان بالحب. نعم. عشان كده جهزت الوقت ده لكل انسان عشان بتدور عليه بتحبه. يا رب ادينا قلب يتفتح ونقبلك بتوبة حقيقية، والنهاردة يكون قرار حقيقي بلا رجعة يا رب. أيوة يا رب. أيوة. اننا أيوة. نيجي عندك ونقول لك طهرني واغسلني بدمك، اقبلني انا الخاطي، ارحمني اللهم انا الخاطي. كل واحد فينا ياخد الخطوة دي دلوقتي مش بعد شوية. فرصة اللي انت عملتها لكل الشعب انت عشان بتحبنا، وعلشان يا رب ليك غرض عظيم انه ولا واحد يهلك، لكن كل نفس النهاردة تقبلك تنال حياة، حياتك اللي انت قدمتها على الصليب لينا. ليك كل المجد. آمين. يا رب بتحد مع اخواتي من اجل كل واحد وواحدة محتار مربوط
في عادات، في شهوات، في أمور مش عارف يتحرر منها. بنحط كل نفس الآن طلبات وعايزة تستغل الفرصة. اوصل لكل نفس في مكانها يا رب، انت فاحص القلوب ومختبر الكلى. ادي توبة حقيقية النهاردة وادينا يكون يوم بركة استغلال للفرصة وتوبة حقيقية الليلة يا سيد. بنصلي من أجل كل واحد وكل واحدة، بنصلي من أجل كل ناس بتصلي من أجل أولادها، حتى أولادها قدامك. أنت ما فشلتش في حد يا رب، عندك حل وعندك أمل لكل نفس. بصلي بصورة خاصة من أجل كل واحد ضاعت فرص كتير قدامه، اديته فرص كتير وضاعت، اديله النهاردة يكون اليوم الحقيقي اللي يستغل فيه الفرصة. في اسم الرب يسوع بنصلي لكل المجد. شكرا لمتابعتكم، على أمل هنشوفكم في أسبوع جديد من برنامج ليك تسبح.